اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم باللي راح نعرضه لكم او باللي عندكم من مواضيع. يستذكر العراقيين بدايه بمثل هذا اليوم قبل 11 سنه اقتحام قوة تتبع إلى نور المالكي لساحة اعتصام بالحويجة جنوب غربي محافظة التأميم، ونفذت عمليات إعدام ميدانية ضد عشرات المدنيين العزل من بينهم أطفال ومعاقين ونساء. وهاجمت هاي القوات المعتصمين العزل، أحرقت خيامهم أمام أنظار وأسماع الرأي العام بالداخل والخارج. أسفرت هاي العمليات عن مقتل تقريباً 83 معتصم من معتصمي الحويجة اللي طلعوا بشكل سلمي يطالبون بحقوق ويدعون إلى إطلاق سراح المعتقلات اللي كانت موجودات بالسجون العراقية. وكانت هاي المجزرة الدموية محطة مؤلمة لما بعد عام 2003 واللي صارت بها الكلمة الفصل للميليشيات. على الرغم من مرور 11 عام على ارتكاب هاي المجزرة، لكن منفذيها من المسؤولين الحكوميين بمقدمتهم نور المالكي بعدهم يهيمنون على العراق وما أحيل أي منهم إلى القضاء العراقي. قناة الرافدين وقسم التواصل الاجتماعي سلط الضوء على هذا الموضوع بهذا الانفوغرافيك، خلونا نتابع سويا. وأحذر من استمرارهم واستمرار السكوت عنهم ومحاولة إعطاها ثوب وطني لا يمكن أن تعطى ثوب وطني، لأنها صريحة نتنة الشعارات التي ترفع والممارسات التي ترفع، لكن أنا مو قلق منهم. هذه فقاعة ستنتهي ونحن نقول لهم انتهوا قبل أن تنهوا. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، اي شخص يحب يتواصل ويانا ببرنامج صوتكم يقدر يتصل بينا على الارقام اللي تشوفوها في اسفل الشاشه، في حال ما تامن الخط وياكم تقدرون تتواصلون ويانا ايضا عبر تطبيق الواتساب على رقم مخصص لبرنامج واتساب، الرقم الاخير اللي بصف الاشاره الخضراء برساله مكتوبه اتمنى تكون متبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. نبدي ملفاتنا. اول ملف ويانا هو ملف الكسبة والخريجين اللي يتعرضون من أيام إلى 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 انتهاكات رسمية. ممثل تجمع الكسبة والخريجين بمحافظة واسط كرار آل حرب تعرض إلى تهديدات من قبل جهات ميليشياوية تحاول تنهي هذا الملف، ملف الكسبة بداخل المحافظة.
آخرها أنه تم وضع ورقة على باب المنزل هددت بتصفية جسدية في حال استمر التجمع بالمطالبة بقطع الأراضي. تعالوا نشوف هذا الفيديو. يا الله، السلام عليكم شباب. الساعة تقريبا بالثنتين تواجهنا بهاي الرسالة، تهديد كرار الحرب. طبعا احنا نقول لكم صار لنا 4 سنوات احنا لا كنا تهديد ولا نخاف، طالعين على حقنا. هذا تهديدكم ندوسه بالقنادر وما نهتم له، واي شيء تردونه احنا موجودين، احنا لا شاردين ولا نخاف. وكنا كرار، اي واحد من يمنا هنا يصير عليه شيء ما تخلصون من يمنا، واذا بيكم حظ انتم قولوا منو عندكم شيء، تعالوا احنا موجودين، تعالوا سولفوا ويانا. هاي الامور ما توقف عالم طالعه على حق وعالم عندها قضيه. السلام عليكم. هذا من امام منزل كرار، كرار الحرب اللي تعرض الى هوايه امور. مشاهد تكميم الافواه بالعراق واسكات الاصوات اللي تطالب بابسط الحقوق ما وقفت، بعدها مستمره لحد هاي اللحظه اللي انا دا احكي بيها. تكميم الافواه بالعراق على قدم وساق، وعندنا فيديو للحظه دخول قوه من مكافحة الإجرام لمدينة لمحافظة واسط إلى منزل ممثل شريحة الكسبة المتظاهر كرار الحرب، وروعوا عائلته دون سابق إنذار واعتقلوه. تعالوا نشوف. هاي مثل ما تشوفون مجموعة جتي اندفر الباب، طبوا طابين بال40-50 واحد، ما تعرفون دولة منو شنو منين شلون يفتحون الباب، عندهم امر قضائي ما عندهم امر قضائي، هذا كله ما مبين. هسه اللي مبين عندنا كاميرا مراقبه تبين لكم انه اكو باب انكسرت وحرمه منزل اعتدوا عليها، وسياده منزل تم اغتصابها مثل ما اغتصبت الميليشيات والاحزاب سياده العراق اللي هي تتغنى بيها واللي هي ما موجودة أصلاً. من أمام منزل المتظاهر عقيل عويد أيضاً محافظة واسط متظاهر آخر، أكو مجموعة من كسبة مدينة الأنوار بالمحافظة أكدوا رفضهم سياسة الاعتداء على المنازل الآمنة وإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق من خلال ترهيبهم بالاعتقال. تعالوا نشوف سويها. من أمام بيت المتظاهر الثار عقيل عويد، رسالة إلى قيادة الشرطة واسط. البارحة لغة التهديد والدخول على العوائل الساعة 2:30 بالليل هاي مرفوضة. كل أهالي منطقة أنوار صدر ترفض هذا التهجم على العوائل الساعة 2:30 بالليل، وهاي شباب مستعدة تضحي وتطيح قبل عقيل عويد. أما أنه تقول القبض على عقيل، فهاي شباب مستعدة كلها تسلم رواحتها يأخذونه قبل ما يأخذون عقيل. وهاي رسالة القيادة الشرطة تواصل المرة الثانية، إذا حاولتوا انه المداهمه على بيت الثار عقيل عويد راح تلقون قدامكم هاي الشباب كلها سلموا رواحتها قبل عقيل، وكلها تطيح قبل عقيل. هذا اللي دا يصير بواسط، ولهالسبب اكو هواية بيانات طلعت، من ضمنها بيان السنكاري لشريحه الكسبه بالمحافظه تنديدا بالقمع الحكومي لهم، تنديدا لتروع اهاليهم من خلال المداهمات الليليه، تنديدا باعتقال المتظاهرين المطالبين بحقوقهم، طالبوا باقاله مدير الشرطه، ودعوا دعوة عامة لكل شرائح المجتمع بالمحافظة أن يدعمون الكسبة بمطالبهم من أجل إنصاف شريحة الكسبة والخريجين وإطلاق سراح المعتقلين منهم. خلونا نسمع. باسم شباب المتظاهرين محافظة واسط تدين ونستنكر بأشد العبارات ما تعرض له ثلة من شباب واسط وشريحة الكسبة والخريجين من اعتداء همجي وسلوكيات مهيبة لا تمت للعمل الأمني بصلة تنتهي لها قيادة الشرطة واسط الحالية. ففي الوقت الذي كان يفترض ان تتدخل القيادات والمسؤولين بالمحافظه للسماح لشريحه الكسبه والخريجين وتلبيه مطالبهم المشروعه التي تتلخص بتوفير فرص عمل كريمه وقطع اراضي سكنيه وهي حق كما له الدستور، نراهم قد تعمدوا على تجاهل مطالب هذه الشريحه المهمه في المجتمع، بل الانكى من ذلك اعتدوا عليهم بالقمع المفرط والاعتقالات حتى وصل الامر الى انتهاك هرمات البيوت وترويع العوائل والنساء والاطفال، وهذا لا يمكن السكوت عنه ابدا. لذا ومن منطلق المسؤوليه اتجاه اخوتنا المتظاهرين وحفاظ على امن محافظتنا والحيون دون تاثير الوضع الامني
لا تراجع عنه، وعلى جميع المسؤولين والنواب في المحافظة الإسراع بتحقيق هذا المطلب والنظر في مطالب الظاهرين واحتواها. لذا ندعو أخوتنا في مدينة أطرف ونواحي واسط الحضور غدا الثامنة مساء في ساحة تنبوز. سيكون لنا خطوة لا تراجع عنها إلا بعد تحقيق المطالب والإفراج عن أخوتنا المعتقلين. بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في واسط والاعتداء من قبل قوات الأمنية على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم التي كفلها الدستور العراقي، نطالب من مجلس قضاء الأعلى بالإفراج عن المتظاهرين من شريحة الكسبة والخريجين، لذا تم اعتقالهم من قبل قيادة الشرطة واسط. كما نطالب وزير الداخلية بإقالة قائد الشرطة نتيجة سلوكه الخطيرة وغير المبررة لقائد الشرطة والاعتداء على المتظاهرين والتصرفات الغير اللائقة والكلمات النابية من قبل المراكب والمنتسبين وترويع المواطنين. هذا اللي دا يصير أيضا في واسط. مع ذلك بعد خروج هاي البيانات، بعد اللي صار بالمحافظة، المواطنين هواية منهم طلعوا بمقاطع مصورة أظهروا بها استنكارهم وتضامنهم ويا الكسبة ويا الخريجين المتظاهرين بمركز محافظة واسط. استنكار ورفض شديد للي جاي يصير بحق الشباب مركز المحافظة بالكوت من اعتقالات ومن ترويع للعوائل. هذا الشيء مرفوض تماما يا أخي. هو طالع يطالب بحق كعراقي كديمقراطية، طالع يطالب بحق، يحس هذا حق شرعي إليه. أنت على يا أساس تروح تعتقله؟ عمي يا اللي يقبلها، والله العظيم لا ضميرنا يقبل. ترى كنا نباوع، احنا نشوف المنشورات هم يطلعون الظاهر ونقول بكة الله أكو دولة عندها عقل كبير وتستوعب هاي الشباب وتحلها لهم. لمن كبرت، لمن صارت إلى وصلت إنه أنتم تردون تموتونها مثل المظاهرات اللي سبقتها، إنه عندكم خطة ذيك هي مرسومة، روح سكت لك كم راس، أخذه دقة بالسجين، خوش سجنه شوية فرقهم حتى. لا حبيبي، هذا الشيء ما يصير. وي الشباب، تعرف انت العراقي عنيد، من توصل ويطق روحه خلاص، من يطق روحه خلاص، بعد ما يحس روحه هو انسحق بالمجتمع يطلع ما يرجع للبيت. انتوا على اي اساس انت تعتقلهم؟ على اي اساس تروع الاطفال؟ جاي نشوف المنشورات ونشوف المناشدات. اذا احنا مثلا هساني كنا احنا ما طالعين، والله العظيم بالمظاهرة تجي انا اول واحد. هسه احنا مثلا انا موظف بيش توظفت، انت علمتوا الناس، علمتوا اذا ما يطلع الظهر واذا ما يطلع ينذل واذا ما يطلع وطق الشمس ما يطلع له شيء، واحنا منعتهم طلعنا سنتين وثلاثه ودقدق يلا على مود 600 الف. هم قلنا يا الله عود تاخذ لك سلفه، عود بعد 20 سنه تحصل لك 100 متر عود يا بتلمها من كراعك. خوش شنو عمي طالعين لهم واعتقالات وعلى يا اساس؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات، لما عرفت اللي دا يصير بواسط، علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق ويانا من المحامي محمد الزاملي: نحن مع المطالبين بالحقوق وضد تكميم الأفواه. حمودي حسن: هذا حقنا وكفل الدستور، لا تراجع لحين تحقيق مطالبنا. أحمد البغدادي يقول: يعني البارحة القوى اللي دهمت أبدا ما شايفيها قبل، بصراحة توقعنا إحنا كمواطنين هناك مجموعة إرهابية. هاي القوة المهولة جاي تبحث عنهم ناهيك عن دخول البيوت وترويع العوائل، نساء أطفال، والمشكلة الأغلب ملثمة والسب والشتم. محمد السهيل: معكم للمطالبة بالحقوق والوقوف بوجه الفاسدين. هادي الدلفي: واسط كلها مع أي شخص يطالب بحقه الشرعي، في الدستور كفل للمواطن توفير فرص عمل وكذلك سكن وعيش يليق به. حسن الباشا: لو كان بظهر كرار فصيل مسلح كان ما شفنا هذا الدخول وترهيب العوائل. فكان هذا تعليق الناس على قضية اللي صار في محافظة واسط نتيجة محاولات القوات الأمنية والحكومية تكميم الأفواه ومحاولة إرغام الكسبة والخريجين على عدم الخروج والمطالبة ببعض الحقوق. لو أريد نطالب بكل حقوقنا لازم نسوي محاكم علنية لكل السياسيين حتى نعرف حقوقنا وين صارت، لأن هن هواية. أحد الناشطين من قضاء المشخاب بمحافظة النجف انتقد الجهات الحكومية بسبب انتشار أحاديث عن نية حكومة تسليم روضة أطفال المشخاب للاستثمار، وأكد أنه هاي الروضة معتمدة عليها هواية من العوائل الفقيرة اللي ما عندها وما تقدر تلجأ إلى غير هاي الروضة حتى ولدهم يقدرون
يبدون يخطون أول خطواتهم الدراسية على مقاعد الدراسة في روضة أطفال المشخاب. تعالوا سويا نشوف الفيديو. الموجه إلى السيد قائم مقام المشخاب خلفي روضة أطفال المشخاب. سمعنا خبر بأن هاي الروضة منطينها استثمار. مساحة هاي الروضة 5000 متر على شارع تجاري مقابل مولى الفلة. تصور مولى الفلة، هذا مولى الفلة. هذا الشارع هنا القطعة البي حوالي تسوالها 200 متر بال500 مليون 600 مليون. زين اشحال هاي 5000 متر وتابعة للدولة، يعني انتم بس فهمونه القطع الاراضي الخضراء الحدائق العامة بعتوها وسويتوها محلات وكشكات. المناطق مثل الروضة هاي اللي مستفادة منها ابناء الفقراء، الناس الفقراء تجي تطوها استثمارات. الى متى يبقى هذا الاستثمار؟ ويا ريت مستفادة منه الاستثمار الدولة. تعرفون شنو الاستثمار؟ الاستثمار بعد تستفاد منه الناس. هذا الاستثمار راح يصير نقمة على الناس. احنا رسالنا موجهة الى سيد قائم مقام المشخاب، نريد عندك توضيح. يا ترى هل صحيح هاي الروضة اعطيتوها استثمار؟ اذا اعطيتوها استثمار حتى نلطم على وجوهنا وحتى نشق هدومنا ونشرد من العراق، لان احتمال حتى بيوتنا راح تاخذوها من عندنا وسوى استثمار، وحتى اللي يطلع بالشارع يجوز تاخذه من عندنا استثمار ولا بدينار. انا اريد اعرف مؤسسات تابعه الى وزارات رسميه حكوميه وهي مؤسسات حكوميه تتحول للاستثمار، هاي كارثه. الاستثمار هو مبدا الخصخصه، خلينا نقول. اكو بعض الشركات اللي الدوله تريد تتخلص من 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 ادارتها خصصتها ودخلت نظم مع نظام الخصخصه وصارت شركات خاصه، وفي بعضها صارت شبه خاصه نص حكوميه يعني. اما روضه تصير اهليه واستثمار، مدرسه تصير اهليه واستثمار، مدارس كرفانيه استثمار، ساحات مطارات استثمار، ساحات عامه وخضراء استثمار، متنزهات استثمار، كورنيشات استثمار، مطارات استثمار، منافذ حدوديه استثمار. ايش بقى للدوله؟ الدوله شو؟ انا خايف باكر عقب محمد الشيعي السودان يطرحوا استثمار، ما بقى بس هو. عندنا احد الناشطين عنده تساؤل يقول اريد افتهم فلوس اللي تخصصت لبناء مدرسه الحسين الابتدائيه المختلطه اللي من المفترض انه هي تاسست سنه 1961 حسب هاي الصوره في قريه شط حسين عفوا بقضاء عفك بمحافظه القادسيه. يقول وين الفلوس؟ من المسؤول؟ وين المقاول اللي من المفترض انه فلشها سنة 2010 والمفترض ان يبنيها وحولها الى كرفانات ولحد الان حالها مزري، ويطالب بالمباشرة ببناء هاي المدرسة وتوفير جسر عبور للطلاب باسرع وقت، لان اثنين من المرور ما يلحقون يعبرون 450 طالب. تعالوا نشوف. من امام مدرسة الحسين الابتدائية المختلطة الموجودة بقرية شط حسين، مثل ما تشوفونها كرفانات فلشوها ب 2010 ولحد الان ما بنوها. احنا نطالب ببنائها باسرع وقت، وايضا نريد جسر عبور للطلاب، لان هنا الساعه ب 12 يصير يعني ازدحام، كلش ازدحام وخطر على الاطفال. حتى المرور اللي يجي يعبرهم هنا يوقف الصبح يعبرهم، وبالحله اثناء الحله هم يعبرهم ما يلحق يعني ويا العمال ويا يعني القوات الامنيه ما يلحقون، تصير كلش هنا ازدحام وكارثه. فهاي لازم اسراع انشاء جسر عبور للطلاب، ازدحام يصير. يعني كم طالب هنا داوم بهذا المدرسه؟ 400 طالب هنا تصير على الشارع ملحمه. هاي شارع ملحمه تصير. باب المدرسه هذا مال شنو؟ هذا الباب؟ باب حلال. هذا اطفالنا، معقول اطفال العراق؟ هذا باب هم، باب مدرستهم. تلك هذا سنك باب مال حلال، من يقبلها؟ مدير تربية الديوانية؟ وزير التربية؟ يا مسؤول ابن الدوام هنا؟ باب مدرسته هذا تنك من 2010 لحد الآن، حتى 2024 ليه ما تكملون؟ نريد لنا جسر هنا، هم نريد لنا جسر عبور للطلاب شارع عام. اسم العبور هسه اهم شيء، اسم العبور. ارواح ناس هاي الطلاب هنا 450 طفل، شوف ب 11 وراح يحلوا يصير دخل على الشارع. هذا حال مدرسه من المفترض انه بال 2010 بلشوا بها 14 سنه.
14 سنة لحد الآن ما حفروا الأساسات، 14 سنة لحد الآن ما صبوا دنجة بهاي المدرسة. عندنا ناشط من محافظة النجف يستعرض الحال البائس لمدرسة الفضائل والسؤدد الكرفانية. تساءل يقول ليش البناية الجديدة جاهزة بس البناية الجديدة للمدرسة مغلقة، وانتقد المسؤولين اللي قدموا وعود واللي ما صار شيء من أدها على أرض الواقع. خلونا نسمع. هاي مدرسة الفضائل قدامكم، شنو اللي يمنعكم تزورون هاي المدرسة وتجيبون المقاول الوهمي؟ هذا الكتاب الرسمي يقول الشركة لازم تسلم بشهر الثاني. لا ابنك يا يوسف قناوي تقبل ابنك بهاي المدرسة البائسة اللي وراها صراحة طلع لكم إياها؟ لا ابنك يا النائب الأول عن العصائب، لا ابنك يا أستاذ كرار محبوبة النائب عن المجلس الأعلى مال بشر يا عراق ونحميها ونبنيها. هاي مو بنت ما تفتحوها وفرع. تذكركم بالمدرسة؟ شابعين ضيم وحار؟ نعم نعم أسعى وحارة ترجع رحلات الكسر. مدارس أولادكم أهلية ومدارس زعاطيطة فلو عمان حي الصناعي، حي الصناعي صبي 20 مروحة ما يشتغل فلو. هاي الرحلة مجدودة بخير ولكم حتى الحالي ما يضرب فيه. هاي باطل كوتاليها هاي ولكم شي سوى الكادر التدريسي؟ الكادر التدريسي هم مظلوم. اوكي اشتري حبيبتي صف الأول والثاني شو بدنا نقول؟ الكهرباء ما ضاع الورق اجا واحد من زميله تعال هاي الكهرباء محمود شفتها مع بابي. ليش هسه مدير التربيه تفتح انت تحقيق بيمه لاداره المدرسه؟ انا المسؤول، انا طبيت لان ماكو سياج كوادر المدرسه. انا اعتذر منكم بس تسامحونا، لازم نرفض، لازم نتمرد ونطب وطالب بحقوق هاي الاطفال. يا عم جاي يموتون. هذا الحال اللي يصير بالعراق، بالبلد اللي من عنده طلعت الكتابة، بالبلد اللي عمره آلاف السنين، ببلاد الرافدين بلد الحضارات أكد وسومر وبابل وآشور. هاي تصير بالبلد اللي خرج علماء، هاي تصير بالبلد اللي أكو علماء من عنده يشتغلون في جامعات العالم. عندنا نظام تعليمي متهالك متردي خربان. تعال نشوف الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق وجودي أنا من حيدر العبودي، مدرسة الإسراء للبنات أيضا باشرة وترميمها بداية العام الدراسي، وعدوا تكتمل خلال 3 أشهر، لحد الآن عمل متلكئ ولا نعلم متى تكتمل، لأن أطفالنا تعاني بسبب بعد المسافة وأوقات الدوام وتكاليف خطوط النقل على بعض العوائل محدودي الدخل. مصطفى عقيل، أكو مدرسة كذلك بالحسانية كاملة والمقاول ما يقبل يسلمها والطلاب تداوم بالكرفانات. أبو حسن العاجيبي، الله يساعد تلاميذ ومعلمين مدرسة السؤدد والفضائل، شلون قاعدين بالكرفانات؟ الحر لا يطاق. علي محسن، لا حياة لمن تنادي خاصة إذا كان تبعي. والمهندس كريم حياوي يقول أسوي مكان الروضة ومكان مدرسة الأزة مولات ومجمعات تسويقية ويبنون مدارس في المناطق الزراعية بعيدة عن المركز والأموال الزايدة بجيوب المسؤولين. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وتحياتي لقناة الرافدين وأستاذ المشاهدين الكرام الأعزاء. حياك وبياك. حياك الله. بالنسبة ذكرى مجزرة الحويجة أستاذ أفل، نقول أنه الرحمة والخلود لشهداء العراق، والرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين، والرحمة والخلود لكل من قتلت هذه الأحزاب من أبناء الشعب العراقي، والخزي والآر لأحزاب السلطة ومنهم أحزاب حزب الدعوة والقيادي والمسؤول عنهم المالكي. نعل الله ونعل الله كل هاي الأحزاب اللي دمرت العراق من 2003 ولحد الآن. المجزرة الحويجة اللي كل العراق عرفها، هاي المجزرة كانت باطلة من ضمن هذه الأحزاب. الناس من طلعوا وخرجوا مظاهرات سلمية كل المحافظات، يعرف يا أستاذ أفل والعراقيين إحنا نعرفهم أنه طلعوا من مطالب حقوقية، من خدمات، من ماء والكهرباء،
اللي كانت في ذاك الوقت يعني من 2014 حكمتهم نور المالكي، يعني كل يعني الحكومة هاي العميلة لإيران يعني حرمتهم من الماء والكهرباء والخدمات الأخرى، فطلعوا الناس يعني من أجل حقوقهم من أجل مطالبهم، سوت فيهم المجازر وقتلت، ولحد الآن الناس المهجرين ولحد الآن أبنائنا بالسجون، لحد الآن المعتقلين والمغيبين ما نعرف شنو مصيرهم. هذه المجازر اللي ما حاسبهم أي قانون وأي قضاء عراقي لحد الآن من 2014 لحد الآن، أبنائنا بالسجون لحد الآن، عفو عام ما عندنا، ولحد الآن ما زالت التظاهر ثورة تشرين طلعت من مطالبها من أجل تنفيذ حقوق، من أجل وطن، من أجل سيادة وشعب كريم يعيش بأمان، يعيش يعني حال الدول الأخرى. لحد الآن الاعتقالات موجودة والترويع موجود والقتل تكتيم الأفواه. الآن اللي نلاحظه محافظنا الدركوت الحبيبة وأبناء محافظاتنا البصرة نفس الحالة اللي قاعد مرق بينا قبل أكثر من 11 سنة من مجازر حويجة ومحافظاتنا المنتفضة. الآن نشوف أيضا نفس هذا السيناريو، اعتقالات وخطف وقتل الناشطين بالمحافظات. هاي من دلالة على يثبت أنه أبناء المحافظات المنتفضة خرجوا على حق وخرجوا على حقوقهم المشروعة. فاليوم نفس الحالة تأديها أدتها ثورة تشرين قتلت أبنائها واعتقلت واختالتهم. نفس اليوم أيضا السنين تمر ونشوف أبناء العراق يطلعون من أجل مطالب حقوق مشروعة. ليش هاي الحكومة ما تقدم للشعب العراقي أي حقوق وأي أي مطامع بحيث أنه ترضي أبنائها المواطن؟ فللأسف إحنا هاي الحكومة جت ضد هاي أبناء الشعب العراقي ضد أبناء الوطن، يعني دمرتهم. دا نشوف كل اعتقالات وتهجير وبالسجون. هاي ما ممكن انه هاي الحكومه تبقى واحنا ساكتين. يجب ان تكون لها ثوره، لها يومها ولا تاريخها، لها ان تكون تخرج هاي الفاسدين وهاي الاحزاب اللي دمرت العراقيين. ما معقول انه العراق يبقى تحت هاي رحمه سلطه الاحزاب والمواطن محروم من كل حقوقه، أو يعتقل أو يهان أو يعني يغير في أمور يعني أخرى. هم يدزون لهم مثل ما شفنا الناشطين دزون لهم قوات الشعب وخذتهم هاي بدون أي سلطة وبدون أي رد قانوني. فللأسف ما نلقى أي رئيس وزراء يعني هاي من نشوف هيك هاي الأمور المفروض يتحاسبون بها. وما نقول أنه حسبنا الله ونعم الوكيل واللعنة والآر على سلطة الأحزاب والخزي والآر لمن جابته من حلفاء أمريكا، وإن شاء الله سوف تكون ثورة تخرج هذه الفاسدين وهاي اللي دمر العراق من 2003 لحد الآن، والنصر والخزي والعار لأحزاب السلطة والنصر لأبناء الشعب العراقي. ومهما كان الظلم فإن شاء الله سوف تكون ثورة تخرج هذه الفاسدين من أرضنا الطيبة ويرجع العراق أحسن كان مكان. وتحياتي لك أستاذ أفل وقناتكم العظيمة. نروح هسه إلى مشكلة الكهرباء. أهالي منطقة المهدي طالبوا أن يتم نصب محولات كهربائية جديدة إضافية بالمنطقة بسبب عجز الموجودة أصلاً بالمنطقة بتقديم الخدمة والطاقة الكهربائية لهم بسبب تعطل هاي المحولات لفترات طويلة لكثرة أحمالها. تعالوا نشوف سوية هاي المحولة طقت. هلا بعون. حل فوق. وعندنا فيديو ثاني يبين لكم بيه كيبل مع ضغط عالي مشمور بالقاع، وبيه كيبل يلعبون بيه حبل. هذا الكيبل يثير مخاوف الناس بقضاء عفك بمحافظة القادسية نتيجة تقاعس الجهات الحكومية ودوائر الكهرباء بتأدية دورها للمحافظة على سلامة المواطنين من الأخطار اللي من الممكن أن تحدث نتيجة هذا السلك أو إذا مطرت الدنيا إيش راح يصير. تعالوا نشوف. هذا الكيبل من الصبيح لحد الآن واقع بالقاع وبي كهرباء. أنا للكهرباء مسؤول، يشوفه
هذا الكيبل من الصبيح لحد الآن واقع بالقاع وبي كهرباء. أنا للكهرباء مسؤول يجي يشوفه. هذا الكيبل من الممكن أن يسبب كوارث، لكن ويا من تحكي؟ تحكي يا بلد لما يجون الناس وهذا المكان أكثر من مرة طلعوا ويانا ويقولون يا بالعواميد دا تميل دا توقع أسلاك الضغط العالي دا تنزل بالقرب من الأرض دا تصير قريبة من الناس. هذا المكان ومكان عبور طلاب مدارس يا مدرسة مدرسة حسين الابتدائية بقرية شط حسين بمحافظة القادسية اللي طلعت قبل شوية ويانا طالبوا بتغيير الأعمدة ورفع الأسلاك قبل فوات الأوان وحصول كارثة. تعالوا نشوف. إلى قائم مقام قضاء عفك، إلى مدير كهرباء قضاء عفك، شوفونا هاي الكارثة، شوفونا هاي المصيبة، هاي هذا العمود الضغط العالي اللي رايح لالبدير، هذا واقع يعني شوف واقع، هذا التيل واقع ومتشلب بالسلاكات، ضغط عالي، هذا يعني اللي الدنيا ليه يموت يكتله، وهاي مدرسة الحسين الابتدائية هاي يمها هاي قريبة هاي، ومنها الطلاب يعبرون، ناشدوا الناس نشروا ملوا ماكو فايدة. إلى رئيس مجلس محافظة الديوانية أستاذ محمد شخير رحمة على والديك، سوينا هذا يعني ماكو متابعة، يعني هنا ننشر مثال والناس الأهالي تروح تبلغ بس ماكو متابعة بقضاء عفك. إلى محافظ الديوانية سيد عباس الزاملي، إلى أعضاء مجلس المحافظة، أعضاء مجلس المحافظة تعالوا لينا، الأسلاك هاي راح تكتل الأطفال، راح تكتل أطفالنا، واقع العمود واقع، نبلغ ما يسوون حل، هذا العمود واقع، وبعد ذن هنا بهن أربعة خمس ست عمدان، هناك واحد واقع، أكو هناك واقع هناك بعد ست عمدان هناك، مو بس هذا، وذولا طلابنا ذولا الأطفال هنا يدامون، هاي مدرسة الحسين الابتدائية الكرفانية، شوفونا حل، شوفونا يعني واقع مدينتنا قضاء عفك منكوبة، يرثى لها الله وكيلكم يرثى لها، هذا الواقع احنا ما جاي نحكي الناس، يعني الا الناس تموت، ليش لا ما يموت واحد، لا ما يموت الناس، يموتون يعني الاطفال، هذا ضغط رئيس، هذا رايح لالبدير، رايح للقفيايه، رايح لابوناشي، ما يصير والله ما يصير، رايح لالبدير مو الخط الرئيسي، اي رايح لالبدير الخط الرئيسي هذا، اي هذا وبعد المن يروح القرى اللي غذيها القفيايه البوناشي، يعني هاي المنطقه اللي هناك كلها يغذيها هو على المدرسه رايح، يعني مشكله هو هسه لو مثل عمود عادي من هاي العاديه ماكو مشكله بيه، بس هذا رئيسي، يعني رئيسي هذا 11، هذا رئيسي، هذا مشكله كبيره، هذا مشكله وكارثه، هاي العمدان كلها واقعه، العمدان هسه اليمه واقعه يعني شيء، بس هذا يعني اكثر من عتر واقع، يعني هذيك صحيح هم واقعات، هذا اكثر شيء واقع، يعني هذا الاستاك كذا استاذ سيف، هذا الاستاك ذني كان فاته مويا، لما العمود واحد يوقع ويميل هو يجر له اكثر من واحد، بس الكارثه وين؟ الكارثه اذا تلامسن اسلاك اثنين واحد بالاخ راح تصير مصايب. احد الناشطين بمحافظه ذي قار يتحدث عن معاناه المواطنين ويا الكهرباء مع قرب موسم الصيف، وينتقد الجهات الحكوميه العاجزه عن اجراء صيانه مطلوبه وعدم قدرتها على توفير الكهرباء بشكل دائم على مدار 21 سنة مثل ما وعدوا لما نجوي بال2003. بدت قصة العشق بين المواطن والمحولة، طق الفيز، طفى الفيز، اشتعل الفيز، خرط الفيز، ألو هسه راح نجي، وجو سووه هو طق، وبدت الربابة مال الكهرباء بالصيف، لا معالجينها لا مصلحينها ولا مرتبين وضع كام، وبدأت المصايب بالحر من هسه بداية الصيف، وحق القرآن في أسطاك من أمس، هسه أنا ما ببلوم بهاي العمال البسطاء لأن ما بيهم حظ، لا مسؤولينهم لا أكبرهم لا وزراءهم، ظلت هاي الربابة كل سنة مال الكهرباء. الناس لما شافت اللي دا يصير وهي تعرف وعايش تعلقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من خضير محيسن الزيدي يقول هاي الأزمة تتكرر كل سنة دون معالجات سريعة لها رغم الأموال الهائلة التي تخصص لها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حيدر ياسر العبودي، محاولة سيد رزاق قرب مدرسة الرباط صار سنة بها فيز مقطوع من قبل دائرة كهرباء بسبب الحمل الزائد، وراجعنا وتعبنا، يقول الرد ماكو واير نسلك به، والحد الآن محاولة تعمل اثنين فيز ولله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أبو يزن السعيدي، دولة وتحكمها أحزاب موالية لإيران، شو تريد يصير براسها خير؟ أحمد كريم، تناشد وتمل، ما حد يسمع، يعني معقولة ما حد يمر علي من المسؤولين؟ وليان ابن السماوة يقول عمي والله جزعنا من هاي المحاولة يومية طاقة وحارقتنا، الناشد حكومة تفزع لنا وتخلينا إضافية وتخلصنا. وهشام السومري، لا عمد أغلبها من الثمانينات. لا، أعمدة الثمانينات أنا أقول لك واقفة وبحيل، ليش؟ لأنه كانت بيها قواعد متينة وبيها أساس صحيح. بس الأعمدة اللي شدت هسه بالجديد، وشفنا هواية أعمدة كهرباء إنارة مثلا ينصبوها والشارع تباوع عليها، يا محلا جت الهوية شالا الأعمدة وقعن بالقاع. السبب هو سوء التنفيذ. وتخيل المشكلة اللي تصير بالعراق قضية كهرباء، انه حسين الشهرستاني لما اجى على ظهر الدبابة الامريكية في بداية الاحتلال الامريكي الغاشم للبلد، وعين وزير للطاقة او مسؤول على الطاقة بمجلس الحكم الانتقالي، قال ستكون الكهرباء بعد 10 سنوات او اقل من الرقم الداقولة ستكون على مدار الساعة، وسيحاول العراق تصدير الكهرباء الى دول الجوار، ووعد وعود كثيرة من ضمنها حسين الشهرستاني. لكن احنا شفنا انه بعد 20 عام صار القطع 24 ساعة، وصارت القطوعات مستمرة لأيام، وصارت الناس تحلم بوجود الكهرباء. فأنت مقبل على فصل صيف، فصل صيف في العراق حار جدا، وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي، لأنه ماكو عندك حزام أخضر، ماكو عندك مصافي طبيعية لتصفية الهواء من الأتربة، هاي كلها تسبب ارتفاع بدرجات الحرارة. فتخيل أنت جو حار على قولتنا بلهجتنا الدارجة يصمت صمت، وما عندك كهرباء، ما تقدر تشغل لا بنكة ولا مبردة ولا سبلت ولا تبريد ولا مكيف، فما تقدر تشغل غير بس ايدك بمهفة الخوص. ويمكن ورا فترة من الزمن ما نلقى حتى مهفة الخوص، لأنه المهفة هذه كانوا يشتغلوها من السعف اللي يوقع من النخل واللي ينقص من النخل لما تطول، فيحكون المهفة. وما شاء الله جماعة مشتغلين من عشرات السنين تجريف بساتين النخيل. العراق اللي كان يملك أكثر من 30 مليون نقلة، روح شوفوا عددنا سجقت. العراق اللي كان متربع على عرش تصدير التمور بالعالم لأكثر من 30 سنة، روحوا شوفوا حاله شقد وش صار بي. على ذكر الهدر، العضو السابق للبرلمان وعضو اللجنة المالية السابق النيابية رحيم الدراجي قال 10 مليون دولار من العائدات الشهرية لمطار النجف ما تروح لخزينة الدولة، لا تروح إلى خزينة إحدى الأحزاب. واستشهد الدراجي بتصريح مدير سلطة الطيران اللي أكد بيها أن واردات مطار النجف ما حد يعرف مصيرها وين، وفق وثيقة قدمها إلى هيئة النزاهة لغرض التحقيق من دون أن يتم أي إجراء، من دون أي مساءلة، من دون أي بحث بالأمر، بسبب نفوذ وصراع الكتل السياسية على المطار ونفوذ الجهة المسيطرة عليه الآن. جانب هذا كله سلط لنا أحد الناشطين من محافظة النجف الضوء على سرقة مبالغ كبيرة من واردات مطار النجف، وتساءل مو من حق المواطن بالمحافظة أن يستلم حصته من تلك الأموال؟ تعالوا نشوف. اسمع الكارثة، كارثة كارثة يومية لمدة 30 يوم، واردات مطار النجف الأشرف الدولي 10 مليار دولار، يعني بالسنة 120 مليون دولار، يعني موازنة الدولة، يعني الشعب نايم وساكي، يعني المفروض هاي تتوزع لمن؟ للشعب. والشارع النجفي على حصص، هسه بكتب مريض حصة النفط، مو اكو محافظات قاعد تنتج، اكو محافظات بيها عتبات مقدسة، اكو محافظات بيها واردات مثل النفط وغير النفط والسياحة وغيرها والمطار والمطار. يطلع يوسف قناوي يقول مطار النجف وارداته لأهل النجف، اعطيني اياها وينها واردات النجف لأهل النجف، اعطيني اياها، انا اقول لك وين واردات النجف. لحسابكم
والميليشياتكم والمجلس محافظة اللي هسه شكل بالجديد اللي قاعد ياخذ نسبة وحصة 2 أو 3 أو 30 أو 40% على أي مشروع يصير بمطار النجف. وطبعا هو مو غريب، احنا نعرفه كلش زين وحكينا به هواية. وتصريح يوسف قناوي مال مطار النجف احنا حكينا به وطلعناه. لكن السؤال لما احنا قاعدين نحكي ونطلع ونقول لهم انه العالم دا يعرفون والمواطن دا يعرف، يا ترى اللي قاعد فوق نايم قاعد ابو النزاهه شنو شغله؟ ابو النزاهه شغله لما يسمع ان اكو واحد من النواب مشتري سياره بدون امره او مناطق كوميشن يروح يشتغل عليه؟ لو لما يسمع انه اكو وحده طالبه جامعيه فتحت لها كشك اشتغلت بيه كمطعم؟ لو لما تسمع القوات الامنيه انه اكو شو واحد بدا يشتهر وبدا يشتغل وبدت الدنيا تضحك له والناس بدت تعرفه وتروح عليه يروحون يشتغلون وراه. بس من نحكي عن مطار هو منفذ دولي ومنفذ حكومي ومنفذ رسمي، من المفترض انه هذا المنفذ الواردات مالته تروح لخزينه الدوله، الواردات مالته تروح الى تطوير المطار، تطوير المدارج، شراء اساطيل جديده من الطائرات، تقديم خدمات جديده للمسافرين. لا الجماعه شنو يقول لك؟ ما يهمنا، طز بالطيران وطز بالمسافرين وطز بكل الدنيا والواردات ذني طبا بالجيب، وانا المهم، اما البقيه ما مهمين. وسام الخزرجي مفروض يوزعون حصه لابناء النجف من واردات المطار، راتب كل ابناء النجف كل شهر حصه. جابر صقر يقول ما فائدة أموال إذا ما تفيد المحافظة؟ منكوبة إدارياً، يجب توظيف هذه الأموال للخدمات، تبليط الشوارع، شراء آليات تخصصية للبلدية العاجزة عن تقديم أبسط خدمات. أبو مختار النفاق الله ينتقم من كل مسؤول استلم منصب في مطار النجف وكل دوائر المحافظة وكل أموال الشعب بالباطل وأكل أموال الشعب بالباطل. أم أحمد حسب معلوماتي أن المجلس القديم كان يتقاضى حصص شهرية، وأكرر كلمة حصص شهرية من واردات المطار، فالمجلس الجديد يريد يسترجع نظام هاي الحصص. وأبو مهدي يقول والله هذه الأموال يجب أن توزع على أبناء النجف حسب ما جاء بالدستور. ورعد عزيزي يقول الله ينتقم من كل فاسد أكل من مال مدينة النجف، حرام عليه إلى يوم الدين كل من أكل السحت والسرقة من واردات النجف. تفاعلوا مدونين على منصة أكس على هاشتاغ واسم لا تعتادوا العدوان مستمر للتحذير من الفتور من نصرة إخواننا في غزة مع طول أمد الحرب، وأكدوا أن العدو الصهيوني مستمر بارتكاب المجازر بعد استمرار 200 يوم على الحرب بحق الأبرياء، أكثر من 200 يوم. وأقل واجب أن يستمر الدعم العالمي لهم بكل أشكاله لسكان القطاع المحاصرين تحت مطارق القصف والتجويع والتنكيل والاعتقال. ولهالسبب جبنا لكم هدى تقول 200 يوم وأصوات الشهادة والفاجعة لم تغب عن غزة. والشفاعي يقول تكلموا عن فلسطين وغزة، لا تتوقفوا، قاطعوا، ادعموا، ادعوا، انشروا، تبرعوا، غزة تنتصر بإذن الله. حمزة يقول هل تعبت من النشر عن غزة؟ تعبت من رؤية الدم والألم والمرضى الذين يفترشون الممرات فيما تبقى من مستشفيات. هل سئم سماع الأهات وصراخ المكلومين؟ قف للحظة وتذكر أنك فقط تشاهد عبر شاشة هاتفك. عبير محمد تقول لا تعتاد المشهد، لا تمل الحديث عنهم، لا تألف فتتلف، لا تنسى ولا تصالح للأبد. وناجية تقول لا تعتاد المشهد، استمروا بالكتابة والنشر عن غزة، غزة مرغت أنف قادة الصهاينة وقطعان جيشه وفي وحل طينها وركامها. العدوان الصهيوني في تصعيد مستمر مدعوم أمريكيا في غزة والضفة وفي القدس المحتلة. وصباح اليوم تم اقتحام ساحات المسجد الأقصى من مستوطنين ونواب متطرفين. فيصل الداودي أوهمونا برعايتهم لحقوق الطفل لسنوات عديدة، فإذا بهم طوفان الأقصى يعريهم ويكشف سوآتهم التي لا يستطيع سترها مهما لبسوا ومهما تقنعوا، فبارك الله أولئك الأبطال الذين أحيوا في الأمة ضمائرها وأفهامها وعقولها. وهذا الهاشتاغ أو هاي التغريدة أو هذا المنشور وغيره من المناشير على هاشتاغ لا تعتادوا العدوان مستمر. مشاهدينا الكرام وصلتني رسالة تقول السلام عليكم، بسرعة ادعموا فلسطين والقدس لنفي السيادة الإسرائيلية على القدس. وأتمنى من الجميع أن يدخل على مواقع العرب ومواقع فلسطين من أجل التصويت لصالح فلسطيني، لأنها أرض فلسطينية مغتصبة. أخي العزيز، ليست القدس وحدها،
كل فلسطين هي أرض فلسطينية. وهنالك بعض الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة مثلا شمعون بيريز بعد أن وافقت فلسطين أن يدخلها، بعد أن أعطته التأشيرة لدخولها. أتذكر الوظيفة كان منظف أو من هذا القبيل. ففلسطين كلها اغتصبت بوعد أو بوعد من لا يملك لمن لا يستحق. والمشكلة أننا نرى اليوم نتائج ذلك الوعد والسكوت على ذلك الوعد. نتمنى لإخواننا في فلسطين النصرة إن شاء الله، ونتمنى لهم أن تتكلل كل ما يقومون به بالنجاح، وأن تعود فلسطين إلى حاضنتها العربية حرة عربية، وأن تكون كامل السيادة الفلسطينية إليها، وأن يرفع هذه الغمة عن الوطن العربي بشكل عام وعن فلسطين بشكل خاص. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. نلتقيكم بخير إن شاء الله، حلقة جديدة من البرنامج الخميس. في أمان الله.